السلام عليكم. قيل إذا أردت أن تعرف شعباً فانظر إلى رقصاته وماذا يأكل. على هامش الهجرة الثانية لليمنيين جراء إسقاط الدولة والانقلاب، حمل اليمنيون جزءاً من هويتهم وحضارتهم المسافرة عبر الحدود. كانت المائدة اليمنية جزءاً من تلك الرحلة وشغفها المسكون بهاجس الانتماء وهوية الإنسان اليمني. غير أن ما شهدته الأكلات اليمنية على تنوعها ومذاقها وما ينتجه المطبخ اليمني المعروف بتنوع أصنافه على مستوى الجزيرة العربية تجاوز حدود الألفة. إقبال اليمنيين على المطاعم اليمنية ومأكولاتها قد يفسر بجزء من الألفة والاعتياد وحنين إلى الوطن وتفاصيله. لكن كيف يمكن تفسير إقبال العديد من الجنسيات العربية والأجنبية على المطاعم اليمنية؟ سؤال يفتح الباب أمام جزء من الحضارة تمتد لآلاف السنوات. فقد تفنن اليمنيون في صناعة وجباتهم المشهورة ونقلها إلى العالم، فأصبحت تحظى بإقبال العرب والخليجيين بل والأفارقة وكل شعوب العالم. من الرشوش والملوح إلى المندي والفتة وبنت الصحن والهريسة، تتعدد الأنواع والأصناف بتنوع عادات اليمن وتقاليده الشعبية والثقافية. الأكلات اليمنية بنكهاتها ومذاقها وبهاراتها باتت اليوم لها بصمتها الثقافية لعشاق الأكلات الحارة أو الساخنة، وهم ما يفسر بانتشار المطاعم اليمنية في أرجاء المعمورة. عن الأكلات اليمنية التي تحكي قصة شعب وتاريخ بلاد خصصنا حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. تقرير يكثف صورة اليمن المشرقة في العالم، نبدأه بعد هذا النقاش. للوهلة الأولى يخال للمار من هنا أنه يعبر أحد شوارع اليمن، كيف لا ولافتات المحلات بأسماء محافظاتها ورائحة الوجبات الشعبية تملأ المكان. في تركيا تحديدا هنا في إسطنبول باتت مطاعم الأكلات الشعبية المشهورة جزءا يعبر عن هوية اليمنيين الذين تقاذفتهم الهجرة إلى أصقاع الأرض. هوية تزخر بمزيج ثقافي وحضاري لم يعجز المهاجرون اليمنيون هنا من نقلها بشكلها الساحر والبديع. فحضرت المعالم الحضارية وفن العمارة اليمنية، فلا يكاد يرى مطعم يمني إلا وازدان بمعالم أثرية ومقتنيات تقليدية، لينتج عنه بشكله النهائي لوحة فنية تعكس ثرى التراث وروعته. نبين الوجه الحضاري لليمن. الناس كلها بتعرف عن اليمن مشاكل، حروب، يعني كل شيء مؤلم في اليمن. ففي أشياء جميلة إحنا مفروض نبينها، يعني إحنا مثلا في مجالنا فكرنا أن نعمل شيء يبين حضارة اليمن كتراث، كحضارة، بلد يمتد تاريخها من يعني كم ألف سنة. الإلفة والاعتياد ونزوع الحنين للوطن وتفاصيله جزء قد يفسر تردد اليمنيين على مثل هذه المطاعم، لكن أن يصبح معظم زوارها من جنسيات عربية وأجنبية فهذا دليل إضافي على أن ما تحتويه المائدة اليمنية من نكهة ومذاق جعلها تحظى بمكانة خاصة، وتأكيد عملي على تفنن اليمنيين في نقل صناعة وجباتهم. الحمد لله، من يوم أول يوم في إفتتاح المطعم اليمني في إسطنبول إقبال الأجانب كان إقبال كثير، وخاصة الأتراك والأجانب من جميع الجنسيات، حيث أنهم انبسطوا في الأكلات اليمنية وعجبتهم كثيرا. هو ليه شهرة، يعني بنسمع عنه، احنا بنسمع عن الأكل اليمني من قبل وحبينا نجربه. يعني أعتقد أني بكرر الزيارة لأنه النكهة طيبة والروح والنفس طيب. أنا هنا للمرة الثالثة في المطعم اليمني وهو رائع جدا. نكهة وجباتهم قريبة من النكهة الإفريقية، أجد الكثير من المتعة. أماكن يحتمي بها المغتربون والمهاجرون من برد الحنين إلى الوطن سبب ليس وحيدا لاكتظاظها بعشرات الزوار يوميا، فغنى المائدة اليمنية بالأصناف وخصوصيتها وعراقة الحضارة
عوامل أساسية جعلت من حظوظ هذه المشاريع أكبر. من باب اليمن إلى خليج عدن إلى حضرموت، لا تبدو كواجهات لمطاعم بقدر ما تحمل دلالة حضارية حملها الإنسان اليمني معه، اتكأ عليها في رحلة شتاته وعبر عن ذاته فيها، لتغدو المطاعم في إسطنبول وغيرها من البلدان سفيراً حضارياً وثقافياً لدى شعوب العالم. شروق القاسمي لبرنامج المساء اليمني، قناة بلقيس. إذا مشاهدينا الكرام، ستكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة بسمة هاشم، وهي مؤسسة صفحة لقمة للمأكولات اليمنية، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير بسمة. أهلا مساء النور. أهلا بك بسمة، أنا عرفتك كونك مؤسسة لصفحة لقمة وقناة لقمة أيضا على اليوتيوب. لو بدأنا يعني نتحدث عن الطبق اليمني لما له من ميزة وخصوصية أيضا، يعني أنت مهتمة بهذا المجال، وبالتأكيد يعني نقلك لهذا الطبق اليمني المقدم له يعني أسبابه. هي شوفي، كانت الفكرة حق الطبق اليمني أولا ما كانش عندنا أول حاجة مطعم، وما أنني أدرس في الخارج وموجودة في الخارج كان شوية صعب علي أنني أحصل الأكلات اليمنية، فكان اللي نحن نعرفه شوية اللي هو الرز والزربيان وإلى آخره. فبعدين شفت مرة في التلفزيون، شفت كذا قناة فكان يتكلم عن الوجبات الخليجية بشكل عام، فمن ضمنها كانت نصف الأسامي اللي كانت موجودة في الوجبات الخليجية كانت الوجبات اليمنية. فمن هنا بدأت قلت لا، وأنا لازم هنا واحد يوقف ويعمل على الأقل، حتى لو ما عنديش المكونات الموجودة أعمل على الأقل توثيق الطعام اليمني. فكان توثيق طعام يمني مع موسيقى يمنية بس بالعود كان. نعم، حتى يعني بدأت الفكرة. المتابع لصفحتك يجد الطابع اليمني، أنواع الأقمشة، الموسيقى المصاحبة، عزف العود المصاحب، كله طابع يمني. بالنسبة بسمة، يعني أنت تتحدثي عن عدم وجود بعض الإمكانيات، وكيف أن المغترب يعاني بداية من توفير مثل هذه الأساسيات لينفذ طبق يمني، هل استطعتي أن يعني من خلال المكونات الموجودة في لديك في خارج اليمن، هل استطعتي أن تصلي إلى نفس الطعم نفس النكهة؟ مش نفس الطعم بالضبط، لكن تقريبا 90%. يعني مثلا الحلبة، ما حصلش الحلبة هنا، مستحيل أحصل الحلبة، حتى البسباس العذري مش موجود، لازم أطلبه من مدينة ثانية عشان توصل لعندي، وما يوصلش حتى بنفس الطريقة، مش حتى بنفس النكهة ولا بنفس الطعم. طيب يعني انت مؤسسه ايضا لصفحه لقمه في اليوتيوب، كيف وجدتي متابعه الناس وردودهم مع الصفحه؟ في البدايه حصلت شويه ترحيب، بعدين بدات شويه عندنا مشاكل انه لا، مش بهذه الطريقه نحن نعمل الاكل، المفروض تعملي كذا، المواد اللي تستخدميها غلط. مع انه انا قد عملت اكثر من فيديو قلت لهم انه يعني ما عنديش المواد اللي انا اقدر اعمل فيها الطبق اليمني، والفكره كانت فقط حفاظ على الهويه في الطعام اليمني ومساعده ايضا للمغتربين، يعني اللي ما يقدرش يوفر المواد الاساسيه ممكن يعني من خلال صفحتك انه ينفذ الاكله بالمواد الموجوده في بلاد الغربه. بالضبط، في البدايه كانت الفكره انه فقط بس ان انا اوثق الاكل اليمني، بعدين شفت صحباتي بداوا يسالوني، صحبتي الفرنسيه وصحبتي الجزائريه بداوا يسالوني كيف نعمل كذا كيف نعمل كذا، حتى بعض الشباب لما لهم اصدقاء لي كانوا حتى ما يعرفوش يعملوا الشفوت اللي هو الشفوت العادي اللي احنا نستصعب ان احنا نعمل اللحوح. فنحن جينا على طول، احنا مغتربين وعارفين كيف نعمل مثلا اللحوح، ناخذ قطع من العيش نعمل الخلطه حق اللحوح ويطلع تقريبا 90% زي الشفوت حقنا بالضبط. طيب بطبيعة الحال يعني بس ما تعرفي أنت أنه لكل محافظة مجموعة من أكلاتها، من اختلاف تام لما تقدمه لطريقة تقديمها للسفرة، المقبلات، الوجبات الرئيسية، يعني الأكل الصنعاني يختلف عن التعزي، يختلف عن العدني، يختلف عن الحضرمي، وكل محافظة أيضا بداخلها اختلافات بحسب القرى. باعتقادك بسمة، ما هو سبب هذا التنوع في عدد الوجبات اليمنية في على مختلف المحافظات؟
اعتقد انه حاجه كانت من قبل من زمان، كمان برضو المواد اللي موجوده يعني انا عارف مثلا بالحديده يستخدموا حاجه زي الحربه اللي احنا نستخدمها، بس يستخدموها بطريقه ثانيه للمقله اللي هي الاكله، هي عباره عن فخار، ما كانش ما يستخدموش اعتقد الحربه اللي احنا نستخدمها مثلا في اهل صنعاء يستخدموها، لانه اهل صنعاء كانت عباره عن مناطق شويه فيها جبال وشويه فيها، فكانوا بيستخدموا منها حاجات معينه. هذا نفسه برضه كمان يرتبط مع المواد والمكونات الموجوده، مثلا في عدن مثلا معروف عندهم الصياديه، عندهم الطفايه، عندهم الحاجات اللي فيها سمك وفيها زيها زي الفريزة، ويختلف برضه عن تعز، تعز فيها شويه من الكل واخذه، عندها خبز الطاوه وعندها، فاعتقد ان الاختلاف هي اختلاف البيئه، اختلاف طريقه حياه الناس اللي هم عايشين فيها، هنا يختلف طريقة تركيب الأكل صحيح. اللي يأكله. طيب هذا الاختلاف برأيك هل هو سبب لانتشار المطاعم اليمنية لعدد الوجبات الموجودة؟ مثلا تدخلي مطعم تلاقي في المنيو أكثر من خيار وأكثر من وجبة، يعني استطاعت المطاعم اليمنية في الخارج بالذات أن يعني توحد يعني هذه الوجبات على تنوعها في المحافظات؟ شوفي انا اتذكرت ان انا يعني رحت كان في مصر، كان في مطعم اسمه حضرموت، كان بس يعمل الوجبات، ما يعملش مثلا السلسة الى اخره بس كان متخصص في المندي والحميد وكذا. تنوع الاكل هي حاجه حلوه، مستحيل تكون حاجه مش حلوه، كل ما تنوع الاكل كل ما كثر الاكل، وكل ما كان طعمه حلو كل ما ذا ميزه او ذا صوره حلوه على اليمن. بالعكس يعني كل ما كان حلو، كل ما كان منتشر، كل ما كان احلى. طيب ما كان اكثر كان احلى. طبيعي انت بتدرسي في فرنسا، بطبيعه الحال اكيد معك طلاب اجانب مختلف الجنسيات ومن نفس البلد ايضا، طعمتيهم من اكلك اولا؟ طعمت اليمنيات من اكلي، وطعمت كمان زميلتي، في معي زميلتي هي دائما فرنسيه، هم ثنتين يعني، بس يعجبهم دائما ياكلوا الاكل اليمني. ايش اللي بيعجبهم في الاكل اليمني؟ ايش اللي بيعجبهم في الاكل اليمني؟ بيعجبهم الخبز الطاوان، بيعجبهم الزربيان، بيعجبهم السلته اكيد، ويعجبهم القشر، يشربوا القشر. القشر اكثر حاجه يشربوها عندي. طيب هل في مطاعم يمنيه عندك في فرنسا في بعض في المدينه اللي انت جالسه فيها او في المدن الاخرى او ما فيش؟ في باريس ما فيش، بس في بحدود في بضواحي باريس، في فرنسا بشكل عام. يعني فرنسا كلها ما فيش مطعم. في عندنا مطعم واحد عادهم فتحوه دحين قد ما يمكن تقريبا سنه، بس بعيد شويه. واكله حلو للامانه، اكله حلو كثير. بحكم انك ايضا بتتنقلي ما بين القاهره وفرنسا، بالتاكيد القاهره فيها العديد من المطاعم، خاصه يعني بعد الحرب فتحت كثير من المطاعم اليمنية سواء في القاهرة، في الأردن، هنا في اسطنبول، في كثير من المدن التي انتشر إليها اليمنيون بعد الانقلاب. ما هو انطباعك عن المطاعم اليمنية اللي في يعني المدن اللي زرتيها؟ هل بتقدم فعلا صورة حقيقية عن الأكل اليمني بطبيعته بنكهته وطعمه؟ نحن متعودين مثلا باليمن، اتذكر ان انا كان يعجبني اروح اكل عند الشيباني بالذات في صنعاء. الشيباني ما كانش مره مرتب يعني، مش هذاك اللي هي المطاعم الغاليه اللي بتدخلي بتاكلي بصحن ومرتب ومصلح، لان احنا متعودين على نحن ناكل بهذه الطريقه، متعودين انه نسمع مثلا المباشر يصيح للثاني يجيب الاكل وعادي عندنا الموضوع. فلما نحن ننقل هذه الصوره بهذا الشكل مثلا في القاهره، ما في ناس ما تستوعبش الموضوع، يعني نحن كمان نواكبهم شويه حتى في طريقه التقديم، بس للامانه لحد الان ما قد شفتش ولا اي مطعم ما قدمش اليمن او ما ابرزش اليمن بشكل حلو، بالعكس هم اول ما ندخل اي مطعم يهتموا دائما في الديكور، يبداوا في الجدران، الصور اليمنيه والاكل، بعدين يبداوا يعملوا بالحرف بالطرق التقليديه. إذا هذا صعب عليهم انهم اصلا يجيبوا المواد هذه. بس ما ابقي معنا قليلا، سينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ ايمن نبيل الكاتب من المانيا. مساء الخير استاذ ايمن. مساء النور استاذ اسيا، اهلا بك.
اليوم خرجناك من طور السياسة ونتحدث بطور ثقافي مختلف عن الأكل اليمني، تنوعه وثراءه أستاذ أيمن. هل تعتقد أنه هذا التنوع له أبعاده من ناحية الثقافة والموروث الحضاري؟ أولا كل عام أنتم بخير وأخواتكم مرضية لك ولجميع المشاهدين. طبعا الطعام جزء من الفولكلور الشعبي، الفولكلور الشعبي أحد تمظهرات الهوية، وبالتالي الموضوع هذا موضوع مهم بالمناسبة. صحيح أنه في اليمن يتم أخذه باستخفاف وفي العالم العربي عموما يعني، ولكن هو فعلا أمر مهم لأنه تمظهر للهوية، ومن هنا له علاقة في السياسة. قبل أن أدخل في الجواب على سؤالك وهي الحالة اليمنية تحديدا، علينا أن نطل سريعا هكذا على موضوع الطعام بحد ذاته وعلاقته بالهوية. لاحظ مثلا أنه في عصور السيطرة الثقافية لابد أن تتواجد ثقافة الطعام ضمن هذه السيطرة الثقافية. يعني البريطانيين قديما عندما كانوا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، كان الشاي الساعة الخامسة هذا جزء من ثقافة كثير من البلدان التي كانت تقع تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية. والآن أمريكا فعل العولمة وفعل أنها أكبر إمبراطورية في العالم، نجد أن الوجبات السريعة الآن في كل ركن تقريبا في الدنيا في العالم كله. نعم. أيضا لدينا الآن الصعود الصيني، يعني الوجبات الصينية الآن تغزو تقريبا ثقافة الطعام في أوروبا وفي أمريكا وهلم جرا. بالتالي هذا الموضوع موضوع مهم وله بالتأكيد دلالات حضارية. في اليمن لديك هذا التنوع في الوجبات وفي الطعام يعكس أمرين، يعكس أولا ثراء الجغرافيا، ثراء البيئة، ومن جهة أخرى يعكس ثراء التاريخ. بإمكاننا أن نناقش هذه الجوانب بصورة تفصيلية لاحقا. نعم. إذن يعني الحديث عن هذا التنوع أستاذ أيمن، يعني نعرف أنه في عدد محافظات كثيرة الأكل الحضرمي يختلف عن الأكل الصنعاني، عن الأكل العدني، أيضا على مستوى الطبق الواحد يقدم بطرق مختلفة. إذا كانت بنت الصحن الصنعانية غير التي تقدم في ردع، غير التي تقدم في إب، فيعني حتى الطبق إذا إن تم الاتفاق عليه فهو يقدم بصور مختلفة. يعني لو بدنا نتحدث عن هذا التنوع والاختلاف يعني بين عموم المحافظات وعلى مستوى الطبق الواحد وكيف يقدم، كيف تفسر الأمر؟ طبعا كما قلت في إجابتي على سؤالك السابق، التنوع في المطبخ اليمني يعكس تنوع التاريخ والجغرافيا. نعم. اليمن بلد مميز بتضاريسه بتركيبته البيئية. يعني في اليمن لديك ساحل يعني طوله أكثر من 2200 كيلومتر، ولديك بيئة صحراوية وصحاري في الشرق، ولديك بعد ذلك جبال وسهول ومناطق شديدة الخصوبة. هذا التنوع بعد ذلك ينعكس على سلوك الناس، وكما تعرفين أن في الثقافات التقليدية والمجتمعات التقليدية الفولكلور ومن ضمنه الأكل والزي، الزي والأكل، هذه الأمور ليست فقط مجرد تاريخ، هذه في المجتمعات الرأسمالية الحديثة تصبح مجرد رموز فقط، لكن في حالات المجتمعات التقليدية والتي لا تزال تسير نحو الحداثة مثل المجتمع اليمني، هذه المجتمعات الطعام بالنسبة لها هو تفاعل، أسلوب حياة وليس مجرد رمز ثقافي. وبالتالي نجد بعد ذلك أنه مثلا لدينا وجبات كثيرة تخص الوجبات البحرية مثلا كثيرة وممتدة ومختلفة في اليمن. لدينا بعد ذلك في الشرق المناطق الصحراوية كالعادة هناك تفنن جميل في طباخة اللحوم والتعامل معها، وكذلك لدينا بعد ذلك في مناطق السهول ومناطق الخصبة زراعات ووجبات تعتمد أكثر على النباتات وأيضا ثقافة الفواكه خاصة الرمان والعنب في الشمال اليمني. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي الثراء التاريخي. في اليمن حصلت تأثيرات كثيرة انعكست بعد ذلك على ثقافة الطعام. على سبيل المثال عندما كانت عدن تقع تحت السيطرة البريطانية وكانت تتبع رسميا مستعمرة الهند، كان هناك كثير من الهنود موجودين في عدن، وهذا انعكس بعد ذلك على الأطباق. يعني التوابل لحد اليوم، يعني عدن مشهورة بالأطباق، ثبت التوابل الحراقة والحريفة وهكذا. في مثلا في الشمال عندما كانوا الأتراك موجودين، هذا انعكس تحديدا في صنعاء، يعني انعكس على الحلويات. كثير من الحلويات الصنعانية الآن تأثرت بما جلبه الأتراك والنخبة التركية التي أتت وحكمت اليمن في القرن التاسع عشر، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ولدينا أمر مهم هنا وهو القرب الجغرافي بين اليمن والساحل الشرقي الإفريقي.
يعني المسافة بين جزيرة ميون وجيبوتي يعني 14 كيلومتر فقط. وبالتالي هذه الثقافة الأفريقية أيضا خاصة في اللحوم التي هناك بالتأكيد في الساحل الشرقي الأفريقي هناك وفرة في المواشي، وبالتالي التعامل هناك مع اللحوم والتفنن فيها رائج وشائع، وهذا بعد ذلك انعكس في الثقافة اليمنية. هذا التفاعل هو الذي أنتج بعد ذلك هذه الثقافة، ثقافة الطعام المميزة في اليمن. وبالتأكيد هذا التفاعل والجدل يعكس بعد ذلك في كل محافظة وفي كل بيئة إضافات معينة، هذا يضيف شيء مختلف، هذا بحيث أنه يناسب الذوق للناس الموجودين في المدينة أو في المحافظة أو في المنطقة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ أيمن، سأعود إليك بعد أن أشرك معنا أيضا بسمة. بسمة، أنت تحدثتي تقريبا عن بعض المطاعم ويعني تقديمها لبعض الوجبات، يعني وبرضو فكرة لقمة لما انطلقتي منها كانت لأنه شفتي أنه في قناة خليجية بتقدم كثير من الأكل اللي أغلبه يمني في نهاية الأمر، مثل المندي، يعني هذا نقطة اختلاف كبيرة، يعني يقدم أحيانا بعض القنوات على أنه وجبة خليجية رغم أنه يمني بامتياز. برأيك لماذا انتشر المندي بالذات، يعني يعني ربما أكثر طبق معروفة فيه اليمن هو المندي؟ مش عارفة، بس مش بس المندي، كمان في عندنا المندي وعندنا الحنيج وعندنا حتى الزربيان عندهم، بس هم يسموه بطريقة ثانية، يعني اختلف شوية اختلاف بسيط في التحضير، بس هم يسموها كبسة، ولكن هي بالأول والأخير هي نفس الشيء برضه، ما في شيء، يعني هم هو الاسم فقط يختلف مع شوية تكنيك في طريقة التحضير. بس ليش بالضبط ما أعرفش، يمكن لأنه نحن نحب ناكل اللحم، هم يحبوا ياكلوا اللحم، فهي هي اكثر وجبه فيها لحم، فيها دجاج، فيها يمكن يكون هذا هو السبب. صحيح ربما. اذا ايمن لو سالتك، يعني انت في المانيا من سنوات تقريبا، هل في مطاعم يمنيه في المنطقه اللي انت فيها؟ هل قمت بزيارتها ام لا؟ استاذ ايمن في العاصمه في برلين، ولكنه أقفل بعد ذلك لمشاكل كثيرة. وعموما هذا الموضوع نفسه، موضوع نشر ثقافة الطعام اليمنية، هذا له أسباب عميقة، يعني الفشل هذا خاصة في الدول التي قد غزاها الآخرون من قبل، مثل أوروبا الغربية التي غزاها الأتراك والسوريون مؤخرا والفيتناميون في ثقافة جنوب شرق آسيا. هذه يعني ظاهرة تحتاج إلى كثير من التحليل، ولكن في ألمانيا تحديدا لأنه لا توجد دجالية يمنية كبيرة، وأغلبهم طلاب أو أغلبهم مهنيين، وليست هناك جالية لها تاريخ طويل مثلا مثل الجالية اليمنية في بريطانيا. عند هذه النقطة اسمح لي، يعني مسألة الجالية، يعني ربما نحن حين سألنا بعض المطاعم التي فتحت هنا لكثرة عدد الجالية في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة في تركيا، كان الموضوع يعني زي ألمانيا مجرد طلاب وعائلاتهم، لكن الآن العدد أكبر. ولكن حين نسأل هذه المطاعم، هل اليمنيون هم روادكم أو زواركم الأكثر؟ يجيبون لا، يعني ربما بنسبة 30 إلى 40% يعني زبائن، البقية من الخارج. فلماذا ينتظر اليمني عدد معين من الجالية حتى يبدأ يفكر باستثمار، يعني المستثمرين بالذات، يعني أنا يعني حتى يستثمر في مطعم يمني وزواره ليسوا من اليمن أساسا؟ صحيح، هذا سؤال مهم، ويدل بالمناسبة يعني أحد تمظهرات واحدة من أعمق مشاكلنا في اليمن، يعني في الاقتصاد اليمني وفي الثقافة السياسية والرأسمالية في اليمن. المسألة أن الرأس المال اليمني رأس مال جبان، صح، لا يريد أن يستثمر في شيء إلا أن يكون مضمون الربح تماما. طيب الرأس مال اليمني كيف يفكر؟ يفكر أنه ما دام في جالية يمنية كثيرة إذا بروح أفتح مطعم أنا، لكن إذا ما فيش يمنيين كثير أنا لن آتي وأغامر وأفتح مطعما وبعد ذلك يفشل. طيب هذا ممكن أنا أفهمه من رأس مالي ناشئ أو شخص لديه لا يزال لأن لديه بعض الأموال البسيطة مبتدئ، نعم. لكن لدينا في اليمن تجار كبار، لدينا في اليمن ناس معهم مليارات وملايين، ولكن مع ذلك لا يستطيع، يعني لا يتجرأ أن يغامر بمبلغ يعني بالنسبة له هو أمر تافه، يعني هذا يجامل فيه بعدين واحد زميله، يعني تاجر زميله في عرس بنته ولا في عرس ابنه، يعني مبلغ تافه. ولكن رأس المال اليمني فيه أمر أيضا مهم هنا، خصوصا في المرحلة الأخيرة في آخر مراحل حكم صالح، يعني بعد الوحدة تقريبا، لا يؤمن بأي دور ثقافي، لأنه
المطعم اليمني عندما يأتي وينافس مطاعم قد ترسخت جذورها في البلدان خاصة هنا في أوروبا، الأتراك والسوريين واللبنانيين والفيتناميين، يحتاج إلى بعض الصبر، يتحمل بعض الخسائر في البداية حتى ينطلق بعد ذلك ويدخل الطبق اليمني في الثقافة الشعبية لهذه الشعوب. يحتاج إلى بعض الصبر وبعض الصرف. وأيضا المطعم اليمني بعض الوجبات تحتاج إلى تجهيزات عالية، مثل المندي مثلا تحتاج إلى أفران ومدافن وكذا، مش مثل الأكل التركي عبارة فقط عن فرن صغير وانتهى الموضوع. وبالتالي رأس المال اليمني نفسه جبان، ويعتقد بأنه ما دام في يمنيين كثر فبالتالي إذن بشتغل، رغم أنه بعد ذلك التجربة تثبت أن الناس الآخرين يأتون ويكون عندهم فضول يشوفوا يجربوا، بعد ذلك تدخل في الثقافة. ولهذا نجد مثلا أن المطاعم اليمنية موجودة كثير في ماليزيا، حيث يوجد كثير من الطلاب وكثير من الجالية اليمنية كبيرة. نجد أنه موجود الآن في مصر، افتتح أيضا بعض المطاعم الآن في المرحلة الأخيرة في تركيا، عندما يعني فر كثير وهرب كثير من ويلات الحرب والاضطهاد في اليمن إلى تركيا، تجرأ البعض افتحوا بعض المطاعم اليمنية وهكذا. هذه طريقة التفكير هذه أصلا هي طريقة خاطئة، ولكن تنعكس يعني أساسها موجود في طريقة تفكير الرأسمال اليمني الجبان، والذي لا يؤمن بأي دور تنويري مثلا أو دور وطني، يقول أنا مثلا أريد أن أعرف الآخرين بثقافة اليمن. هذا فقط عندنا، يعني رأس المال جشع في كل مكان، أوكي؟ في كل مكان رأس المال جشع ويبحث عن المال. نعم، الجانب الوطني أيمن يعني. ولكن الجانب الوطني، عفوا بعد إذنك، ولكن الجانب الوطني هذا والجانب الثقافي والتنويري موجود في رأس المال، رأس المال في بقية مناطق العالم. أنا أريد فقط أن أعطيك مثلا آخر هنا، أنه أديب أهم روائي يمني وهو محمد عبد الولي، إلى حد اليوم عمله مش مترجمة للألمانية، إلى حد اليوم. طيب يعني تاجر يمني واحد، لا نريد الآن أن نذكر أسماء، ولكن رأسماليين كبار في اليمن لديهم مليارات، ماذا سيضره إذا قام وأشرف يعني أعطى منحة لترجمة هذه الروايات والمجموعة الكاملة لأعمال محمد عبد الولي إلى لغات أوروبية، وطبع بعد ذلك منها 5000 نسخة ولا 10000 نسخة؟ يعني إيش بيضره؟ يعني مبلغ تافه بالنسبة له يقضي في عشاء. ولكن لا، ما فيش عنده هذا، هو فقط يؤمن إنه يأخذ فلوس وبعد ذلك يفسد حياة الناس يا بالضرائب، بعد ذلك بالتهرب من الضرائب وبالتحالف مع الطبقة الفاسدة وبإشاعة الثقافة الشعبوية وفتح القنوات الهابطة وإنتاج الأعمال الهابطة. هذا ما يجيدون فعله عندنا هنا في اليمن وفي العالم العربي. نعم للأسف. إذن بالجانب اليمني لو تحدثنا، يعني ربما حين نتحدث عن اليمن، من هم سفراءها في المحافل الدولية الثقافية؟ نجد عادة أن الجاليات إن أحبت أن تحتفي بيوم وطني أو بمشاركة مع جامعة ما أو مع بلد ما، فهي تظهر 3 أشياء: الفلكلور في الزي، وأيضا الأغاني والرقصات الشعبية، وكذلك لابد من طاولة تقدم فيها يعني أبرز الأكلات، إما بنت الصحن، الهريسة، الزربيان، المندي، كوجبات مهمة تقدم. هل يعد الأكل الآن سفيرا يعرف باليمن وثقافتهم وطبيعة مأكولاتهم؟ طبعا هو المفترض هذا. الطعام في كل مكان في الدنيا هو أحد أسهل وأجمل تمظهرات الثقافة والحضارة. لماذا؟ أنت لاحظوا مثلا الزي على سبيل المثال، الزي الأمور الرمزية هذه تلعب دور، يعني تتعامل معها الشعوب بشيء حساس. يعني مثلا تخيلي أنت واحد صيني ينزل في الشارع ويلبس جنبية ويلبس قميص وكوت، يعني شكله بيبقي غلط في وسط المجتمع حقه، أو قول الكلام نفسه في اليابان أو في ألمانيا أو في أمريكا أيا يكن. ولكن الطعام هذا بسبب الطبيعة الاستهلاكية للنظام الرأسمالي لا مشكلة فيه، يعني بالإمكان بسهولة التسويق له، تسويق يعني بيع أو تسويق الحضارة والثقافة بطريقة هادئة وسلسة. في اليمن طبعا، يعني بالنسبة لليمن أقصد، في المهجر طبعا في محاولات صراحة يعني جميلة، يعني محاولات فردية يقوم بها مثلا اتحاد الطلاب في احتفالات الجامعات كما ذكرتي، يقومون بيعني لبس أزياء معينة، طباخة، ولكن هذا ليس كافيا. أولا تحتاجين إلى رأس مال كبير حتى تقومي بفعل حقيقي. عليك أن لا تغطي فقط مهرجان اتحاد الطلاب ولا مهرجان في السنة، لابد أن يكون في طول البلاد وعرضها مشاركات دائمة. يعني ما ينفعش أنه واحد طول السنة مثلا يعمل مهرجان بس، هذا أمر كسلوك فردي نحييه ونراه شيء مهم ونراه الصراحة يعني تعبير عن شعور وطني جميل. ولكن إذا تحدثنا بعد ذلك بصورة عملية عن نشر هذه الثقافات، تحتاج إلى رأس مال وإلى ناس متفرغين لهذا، هذا أولا. ثانيا الطعام يحتاج إلى خبرة،
طبعا انا الان ممكن اكلمك عن خبره يعني حياتيه لي وللاخرين. نحن عندما ناتي لهذه البلاد اغلبنا تقريبا طلاب، وبالتالي نحن نتعلم الطباخه على كبر كما يقولون، فبالتالي امكانياتنا بعد ذلك لتقديم هذه الاطباق بصوره جيده امكانيات متواضعه. غالبا طبعا هناك ناس موهوبون في هذا الجانب، ولكن بصوره عامه تبقى مواهبنا بسيطه، يعني لانه نتعلم هذه الامور على كبر وبسبب الضروره لها. اذا انصحك تابع صفحه لقمه، قناه لقمه تقدم الوجبات اليمنيه بابسط الخطوات. ممتاز ممتاز. نعم شكرا ممتاز. شكرا لك ايمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من المانيا. اسمحي لنا بسمة أنت أستاذ المشاهدين بفاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى بسمة. بسمة، يعني كنا نتحدث عن مشاركات الطلاب، عن كون الأكل اليمني أو الطعام اليمني المقدم هو سفير مهم لليمن، يبرز حضارتها، يبرز تنوع مائدتها، يبرز أيضا العديد من التنوع والاختلاف في المحافظات. بالنسبة في فرنسا، يعني هل هناك مشاركات ثقافية سواء للسفارة لاتحادات الطلاب؟ كيف يعني تقيمون هذه الفعاليات؟ على حسب علمي ما كانش في أي مبادرة من السفارة، بس أتذكر أنه كان أكثر من مرة كذا منظمة، ما نقولش كل المنظمات لأن في منظمات يعني مش كويسة خالص، بس يعني نقول في منظمات اشتغلت حاولت تظهر مثلا او تلقي الضوء على حاجات معينه، فكان من ضمن هذه الحاجات المعينه كان لازم يكون فيها اغاني، فيها ازياء يمنيه، وكان فيها اكل يمني. سواء كان على اساس ياخذوا الفلوس ويحولوها لليمن او يوم ثقافي يمني. انا اتذكر انه 2015 عملنا انا وثنتين بنات عملنا كان يوم ثقافي يمني على بس على اليمن بشكل عام، ما تكلمناش فيه على اي مواضيع سياسيه، فكان اهم حاجه فيها كان الاكل والتراث البلدي بشكل عام والموسيقى والتراث الفساتين كذا والاكل. فكان هذا اليوم الوحيد، بس كان حتى الناس اللي حضروا كانوا فرنسيين اغلبهم اللي كانوا موجودين في اليمن. كيف كان ردود فعلهم عن الأكل اليمني طالما الأغلبية كانوا فرنسيين؟ هو الناس حتى لما وصلوا كلهم كانوا فرحانين، يقول لك إنه لا إحنا قضينا كثير حتى مش قادرين نرجع اليمن، وكان الجو كله تقريبا يمني. يمني. كان يوم حلو، كان يوم حلو. وهذا طبعا مع الأسف إحنا كلمنا كنا في السفارة عشان تساعدنا، ما رفضت طبعا. اللي ساعدتنا كانت كنيسة عبارة عن كنيسة في مدرسة وعملت لنا المكان كامل، بس انه كمساعدات يعني من جهات يمنيه مش دائما نحصل معها. طيب يا بسمه، يعني وانت مهتمه بهذا الجانب، وربما يعني كانت فكرتك نبيله للغايه انه حسيت انه كثير من الاكلات اليمنيه تسوق على انها ليست يمنيه. هل تتوقع انك توسعي مشروعك اكبر؟ يعني نادرا، يعني ربما كان مطبخ وحيد في اليمن الذي تديره نساء وتقوم بالطباخه نساء، يعني كاكل بيتي معتبر. هل تفكري بتطوير الفكره بتقومين عمل مطعم مصغر، مطبخ، خاصة أنه لا يوجد يعني مطاعم يمنية هناك؟ شوفي، أنا فكرت فيها كثير وكثير جدا، بس أنا كطالبة ما عنديش رأس المال اللي ممكن يساعدني إن أنا أفتح مطعم. المطعم هنا يحتاج له ضرايب، يحتاج له خلو رجل، يحتاج له موقع، يحتاج له طباخين،
يحتاج له طبعا نظافه، لازم يكون لانه هنا تقريبا انهم الناس اللي يدخلوا عشان يشوفوا الاكل يشوفوا المطبخ لازم يكون عندهم معايير معينه ما نزلش عنها. وغير الشراء وغير المواد اللي لازم تشتريها، المواد الغذائيه بتكون غاليه عليك، وغير كمان ما عندناش ما فيش هنا موجود يعني اللي هي الفرن ولا التنور ولا ما عندناش هذه كل الحاجات عشان اقدر افتح مطعم صغير. طيب تفكري يعني مثلا بتسويق تسويق أكلة معينة يعني؟ بالطبع ربما المتابعين وأنت تعرفي قصة المرأتين في بريطانيا التي اشترت منهم البسباس وعملت منها ماركة، يعني هل تفكري مثلا التواصل مع ماركات معينة في الأكلات، نكهات معينة؟ يعني هل تجيكي مثل هذه الأفكار بحيث تعملي ماركة خاصة بأكل يمني؟ تجيني برضو أفكار زي كذا، بس في الوقت الحالي أفكر إنه لازم عشان الناس اللي هنا الموجودين مش كلهم يعرفوا مثلاً الأكل اليمني، مش حتى مش كل الفرنسيين يعرفوا إنه في حاجة اسمها يمن بشكل عام، يعني ما حتى الحين مع الحرب ما يعرفوش حتى إنه في أصلاً حرب موجودة في اليمن، إلا نادراً ما نحصل ناس كذا فاهمين أو كانوا زاروا اليمن من قبل. أنا فكرت برضه كمان قلت ليش الواحد ما يشتريش عربة سيارة، يعني العربة الصغيرة هذه يجلس يدور فيها حول باريس على الأقل، يكون فيها مثلا مجموعة من الأكل، برضه هذا كمان يشتي له قرار ويشتي له ضرائب ويشتي له، بس الفكرة موجودة بس لحد الآن ما عنديش الدخل إن أنا أكملها. تمام، بالتوفيق إذا بس، ما نتمنى لك التوفيق وأنك يعني تجدي الفكرة المناسبة. شكرا لوجودك معنا وأنت صايمة، يعني أتمنى لك إفطار شهي بعد دقائق. شكرا جزيلا لك بسمة هاشم مؤسسة صفحة لقمة المأكولات اليمنية، كنت معنا عبر سكايب. وتنضم معنا المدونة فاطمة البيتي من لندن. مساء الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا. أهلا بك. مساء النور. أهلا بك فاطمة. يعني أنت شابة يمنية مهتمة بالأكل اليمني أيضا، ولديك فيديوهات حول هذا المجال. بداية، من أين انطلقت؟ يعني من كيف يعني أتاك هذا الاهتمام بهذا المجال؟ بداية أنا أصلا أحب الأكل كثير، وأحب كمان فكرة أن أنا أجرب مأكولات من مختلف أنحاء العالم. فمن هنا بس بدأت أنا فعلا في اليمن، لأنه شفت أنه في كان نقص في أنه يكون في شخص يعني يلف على المطاعم اليمنية ويعطي رأيه الصادق بالمأكولات وبالجودة اللي عندنا في المطاعم. بس توقفت الفكرة لأنه يعني كمتذوقة، علشان أفهم منك كنت حابة أنك بالضبط بالضبط. فبعدين توقف هذا المشروع في اليمن، لأنه بعدها بكم شهر سافرت لبريطانيا عشان الدراسات العليا. بس استمريت في بريطانيا كمدونة طعام بس بشكل عام، يعني مش مختصة بالأكل اليمني أو المطاعم اليمنية. يعني بتنزلي أكلات مختلفة مش فقط أكل يمني. بالضبط أيوه. طيب يعني عندكم مطاعم يمنية في لندن ولا ما فيش؟ هو لحد الآن بس معنا مطعم واحد. وهذا شيء يعتبر شوية مؤسف لأنه ما فيش كومبيتيشن وكذا، ولكن يعتبره الآن المطعم الوحيد. بس إذا شفتي في مدن خارج لندن ففي مثلا زي بيرمنغهام أو شيفيلد أو ليفربول فيها أكثر من مطعم يمني واحد، ففي منافسة شريفة بينهم. طيب كيف شفتي يعني كيف نقل الأكل اليمني أو عكس ثقافة البلد اللي جاء منها؟ ردود فعل الناس، هل في أجانب بيحبوا الأكل اليمني بحكم عيشتك هناك وأكيد جيرانك الأجانب كذا، هل بتحسي أنه في تذوق للأكل اليمني؟ هو بصراحة يعني بحكم إن أنا ساكنة في لندن فالوعي بالأكل اليمني جدا ضعيف عكس المدن الثانية، وحتى مثلا في المدن الثانيه احس يعني كذا من اللي استوعبته انه اغلب اللي يروحوا المطاعم اليمنيه هم يمنيين، يعني صعب انه مثلا تروحي وتلاقي اجانب عندهم الرغبه انهم يجربوا. وحتى اللي مهتمين بالاكل اليمني عامه يكون بالصدفه مثلا يكون عندهم صداقات مع اشخاص يمنيين او سبق انهم راحوا لليمن او بيعملوا مثلا دراسات او بحوثات عن اليمن، فهذه الفئه فقط هي اللي بتكون عندها وعي بالاكل اليمني عكس اغلبيه السكان. طيب بطبيعه الحال في رمضان تختلف السفره اليمنيه وتتنوع، كيف بتعملوا انتم كمغتربين؟ هل بتحسي انه في احتياج لاكلات معينه لوجبات معينه
هل بتحاولوا ان انتم تبرزوا الاكل اليمني في رمضان مثلا، في عملكم في الجامعات، في الاماكن اللي بتذهبوا لها؟ مش كثير للأمانة، لأنه خاصة مثلا مكان زي لندن يعتبر جدا مزدحم وكمان الكل مشغول. ولكن اللي نحن بنحاول نسويه كيمنيين أنه مثلا نجتمع في فترة نهاية الأسبوع، ممكن نحن نعمل أكلات بسيطة معينة ممكن نحن نسويها لأنه المكونات موجودة. وفي كمان معاكي الأكلات اللي معروفة حتى في المطاعم الهندية وكذا زي السمبوسة، فهنا في تفصيل هذا يعني لهذا الاحتياج. أما الأشياء الثانية فنحن بنضطر نحن نعملها، بس ما ندخلش في حاجات جدا معقدة. فكرة التذوق فاطمة يعني اللي أنت كنت حابة تطبقيها، يعني ربما هذا الجانب غير موجود في اليمن وغير محتفى به، يعني اللي شاطر وعنده رأس مال بيفتح مطعم من غير ما يهتم بمسألة ضبط الجودة، المعايير، هل الوجبة اللي قدمت اليوم هي نفسها اللي قدمت أمس، هي نفسها اللي ستقدم غدا. هذه النقطة هل تتوقعين ممكن تكون لو تم الاحتفاء بها ممكن تكون يعني توصل الأكل اليمني للعالم أكثر، ضبط المعايير للأكلات أو التي تقدم في يفترض في كل المطاعم؟ يعني أحيانا بعضهم يقول أنا جربت الأكلة الفلانية في ما حبيتها، وهي أكلة أصلا أساسها شهي ولكنها قدمت بطريقة خاطئة، كيف تشوفي الموضوع؟ بالضبط. هو بصراحة أنا عندي رأيي الخاص في هذا الموضوع. قبل حتى المستوى أو أنه واحد يزبس على نفس المستوى ويقدم نفس الجودة، هو حكاية التسويق. يعني إحنا مثلا كيمنيين لو في تاجر حابب أنه يعني يفتح مطعم يمني، حيقول يعني هو فكره على طول أنه أنا حابب أجذب اليمنيين المغتربين أو مثلا العرب خاصة من المناطق الخليجية. بس ما يكونش مثلا تفكيره أنه لا أنا أشتي أعرف بثقافتي وبأكلي وبلدي عن طريق هذا الأكل، فتسويقه يكون دائما متجه للعرب واليمنيين. فحاب أنه يكون في يعني حاجة أنه مثلا يجي تاجر ويفتح بغرض أنه يقدم الثقافة اليمنية عن طريق الأكل، وكمان يقدمها بطريقة تكون مختلفة. يعني ممكن أنه يبدأ الموضوع بطريقة مش جدا دايركت أنه مثلا هذا الأكل يمني، يعني يقدمها كأكل عربي وبعدين شوية شوية يعرف المجتمع بالأكل اليمني. لأنه مثلا أنا كأجنبية أكيد مثلا بروح على مطعم هندي لأني أعرف الثقافة الهندية أكثر من أنا ممكن أروح مطعم يمني لأني مش عارفة أي شيء عن اليمن. يعني هل تجد أنه الأكل هو جزء من ثقافة البلد اللي المفروض أن يحتفى بها، سواء من سفارات البلدان، من بعض المهتمين بهذا الجانب؟ أكيد أكيد الأكل يلعب دور كبير في أنه يعرف الثقافة على هذا البلد. يعني هو مش بس حكاية أنه أنا جايبة هذا الطبق، لا، يعتمد برضو مثلا على طريقة التقديم، على الكرم اليمني وكذا. فكل هذه الأشياء الصغيرة بتعرف عن الثقافة اليمنية عن طريق وجبة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا المدونة فاطمة البيتي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، كويس أن الحلقة جاءت بعد الإفطار لأنه فيها كثير من النكهات والأطباق. أشكر لكم ولمتابعتكم، إلى أن ألتقيكم بعد في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.